قائمة المنتخب الوطني للمدرب الجديد الكاراز للاعبين المحليين للتربص المقبل بإذن الله، والذي سيكون هنا في الجزائر بإذن الله. نتحدث أيضا عن قرعة رابطة أبطال إفريقيا بالنسبة لاتحاد العاصمة وكأس الاتحاد الإفريقي بالنسبة لمولودية الجزائر. تفاصيل مع ضيفي الكريم محمد مهوبي المدرب وعضو الطاقم في المنتخب الوطني في فترة سابقة. مساء الخير. مساء الخير أخ فرحك. أهلا وسهلا. طبعا خليني في البداية نبدأ بالمنتخب الوطني اليوم في أول مرة قائمة من 27 لاعبا بالنسبة للناخب الوطني الجديد الإسباني لوكاس الكاريز. 27 لاعب لم تخرج عن المعتاد. أرغب في البداية أن نرى القائمة. طبعا نشوف القائمة من فضلك أخي بغداد لمتابعة هذه القائمة للاعبين المحليين. لم تخرج عن المعتاد الأسماء التي كان يتم استدعاؤها طبعا في التربص الذي سينطلق في 30 من أبريل. أعطيني القائمة من فضلك في البداية.